أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. عيد فطر سعيد على الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية وعلى الشعب المصري العظيم وعلى العالم كله. أمن وسلام وتحية لكل من يحافظ على الحدود في هذا اليوم الجميل، لأن على الحدود أسود. أهلا بكم وأهلا بفضيلة مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. دعوني أولا أقدم إليه كل التهاني وكل التبريكات بعيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير يا مولانا. كل سنة طيب الحمد لله، بارك الله فيك. كيف نستقبل العيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسمح لي في البداية أن أقدم خالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، ونقدم التهنئة للشعب المصري والقيادة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية. نقدم هذه التهنئة لجنودنا الأبطال كلهم في موقعه، للمصريين الشرفاء النبلاء الأصلاء، ونقول للجميع أن هذه مناسبة طيبة أتت بعد عبادة، أتت بعد ركن. دائما العيد يأتي بعد ركن، بعد فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. في عيد الفطر المبارك ستجد رمضان، وفي عيد الأضحى بنجد الحج الأكبر، بنحرم ثم بعد ذلك نذهب إلى يعني المشاعر المقدسة ونتمها بالوقوف بعرفات، ويأتي العيد في صبيحة اليوم التالي يوم 10. ففكرة العيد مرتبطة ارتباط وثيق بالعبادة، وكأنها مكافأة، وهي جزء كأنها يعني يراعى فيها هذا الجانب من العبادة. ما زلتم موصولين بالنفحات، ما زلتم موصولين بالبركات، يعني دي جائزة العيد. نعم. ولذلك حتى عيد الفطر يسمى بيوم الجائزة. أيوة. وهو يوم الفرحة للصائم، للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح عند فطره ويفرح عند لقاء ربه. فنفرح بهذا الإتمام للعبادة. نحن في عيد الفطر المبارك نفرح لأجل أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأتم علينا هذا الشهر الفضيل، وبتوفيق منه صمنا وقمنا وصلينا وتصدقنا وذكرنا وقرأنا القرآن، كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فنحن في فضل كبير جدا، وأدركتنا ليلة القدر بفضل الله سبحانه وتعالى. ندعو الله أن تكون قد أدركتنا في هذا الشهر الفضيل. فإذا نحن نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم، نعمة التوفيق للعبادة ما بعدها نعمة، فنشكره سبحانه وتعالى على ذلك. الأعياد هي مصدر فرح ومصدر سرور ومصدر بهجة، ولذلك كانت التوسعة في هذا اليوم على الكل، التوسعة على الأهل، التوسعة على الأولاد، الفرح. تقصد الإنفاق يعني. الإنفاق وأيضا الملابس الجديدة، كل هذا في الحقيقة بيعطي بهجة عند الأطفال وعند الكبار، وبيحرص الجميع كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس الجديد في هذا اليوم. فهو مصدر سعادة ومصدر فرح ومصدر تيسير، والتيسير محيط به بكل شيء، التيسير محيط حتى بمظاهر الفرح التي نتخذها، محيط بإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم. ولذلك شرعت صدقة الفطر كفرض واجب على كل مسلم ومن يعوله، طالما أنه عنده ما يكفيه في يومه وليلته. فننظر إلى الطبقات الأخرى ونقول لهم بأن هذه الصدقة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، فهي تجمع ما بين هاتين الخصلتين، أنها تطهر وتزيل النقص الذي قد يكون قد حصل في الصوم،
نقول قد عبسنا بعض الشيء في صيامنا أو تفلتنا أو سقط منا شيئا من هذا القبيل، فجعلت صدقة الفطر طهرة للصائمين، وهي في الوقت نفسه طعمة للمساكين لأجل أن يغنوا عن السؤال في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. جميل. يعني إذن ابتداء، يعني احنا طبعا تبقت لنا ساعات على رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي قد يكون غدا العيد وقد يكون المتمم. في حالة العيد يقينا كان عليه أفضل الصلاة والسلام له سياق في استقبال هذا العيد. أولا يعني أنا يعني بسمع من سيادتك أن هذه الفترة ما بين الليلة التي ثبت فيها الهلال وحتى صلاة العيد ده الوقت الذهبي لتوزيع الصدقات زكاة الفطر. هو بداية طبعا عشان خاطر فيه مشروعية التوزيع صدقات الفطر قبل العيد إلى ما بداية أول رمضان، نقول أولا إذا ثبتت الرؤية وأن غدا هو أول أيام شوال وهو عيد الفطر المبارك، فنبادر نحن جميعا بإخراج زكاة الفطر لمن لم يخرج هذه الزكاة. في يوم العيد بيستحب أن نباشر بعض الشعائر الدينية. أولا الاغتسال بعد قبل ذهابنا إلى ده بالنية، يعني بنوي اغتسالا لصلاة العيد. لصلاة العيد يعني في غسل العيد. غسل العيد جميل، هذا سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قبل أن أخرج أن أتناول يعني ما بين الفجر إلى خروجي أن أغير من هذا النمط لعبادي، لأنني كنت بالأمس صائما الفجر أذن خلاص أمسكته. اليوم نحن في نمط جديد من العبادة، ده قبل الصلاة يعني قبل ما أذهب قبل ما أذهب نأخذ التمرات أو ما شابه ذلك أو شوية المية، بحيث زي ما بقول نكسر خضية الصيام هذه. فلي أيضا رسول الله كان يفعل ذلك. جميل. ثم ونحن نخرج للمصلى نراعي التدابير التي توصي بها الدولة إن كانت هناك. ده بالنسبة للتدابير الاحترازية. التدابير الاحترازية وعدم الاحتكاك ومن التباعد والمصلاة معي والكمامة لو الإمام جرب ازدحاما ولو الإمام خشى من هذا الازدحام، هل يعني 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 يلغي الصلاة؟ يعني يخشى دلوقتي يعني عنده إحساس إن في مشكل، في ضخ كتير، في المكان لا يتسع، ان في زيادة في الاعداد بما لا يساعده في تطبيق الاحتراز الطبي وهو منوط به حماية المصلين ايضا. هو في الحقيقة يعني الامام طبعا حيكون عنده معاونين له في المسجد، ولما يمتلئ المسجد بينبه علينا احنا كمصلين جايين نصلي صلاة عيد الفطر المبارك، فبيقول والله المكان ازدحم. نحن عندما نسمع المكان تم وخلاص امتلأ نراعي هذه الأبعاد ونرجع مرة أخرى إلى بيوتنا. أنا لو انصرفت في هنا أو نصلي إذا كان مسموح بذلك في الساحات أو في الساحات أو لكن أنا لو رجعت هذا تنظيم وزارة الأوقاف. لكن أنا لو رجعت من المسجد نتيجة الامتلاء ونتيجة الوباء، هل يعني أسوبه يعني أخذ الثواب؟ بناخذ الثواب بفضل الله سبحانه وتعالى ومن هو كريم سبحانه وتعالى. وأنا بالعكس أنا خرجت نية وسلوكا وأنا أذهب إلى المسجد هكذا. لو رجعت إلى بيتي نصلي صلاة العيد منفردا أو حتى مع أهل جماعة العيد. صلاة العيد نعم. كيفية صلاة العيد كيف؟ وأنا طالع طبعا إيه بنكبر الله سبحانه وتعالى يعني من بعد صلاة الفجر الله أكبر كبيرا بعد صلاة العشاء، لكن من بعد صلاة الفجر أنا أكبر في حال التواصل وأنا أمشي وحتى في سر يعني وأنا جالس في المسجد كبر التكبير الذي عليه المصريون. الصيغة مختلفة، الصيغة المعروفة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. هذه الصيغة ارتضاها المصريون، ولما جاء الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى مصر وجد الناس يكبرون، فسئل عن ذلك قال إن كبر أي الذي يكبر في صلاة العيد إن كان إن كبر كما يكبر الناس فحسن. يعني إذا هتمشي على هذه الصيغة المتعارف عليها وهي كأنها من قديم الزمان فحسن، وبناء على ذلك لا داعي لهذه الخلافات التي تجري. أنا أعلم في بعض المساجد أن فيه كأنني عندما أقول الله أكبر كبيرة ولما نصل اللهم صل كأنني ارتكبت منكرا، و يعني يقول انت بتبتدع، وربما يصل الى حد النهي الشديد جدا والنهر والزجر والزجر بالنسبه لل، وقد تصل الى الخناق احيانا، وقد تصل الى الخناقات ديت. فهذا كله ليس على مسلك المنهج الاسلامي. منهج الاسلام حتى لو اختلفنا في وجهات النظر يتسع للصيغ الصيغ يتسع للجميع. كبر انت كما تكبر وانا اكبر كما اكبر، يعني دع الناس وما، لكن الإمام الشافعي استملح الصيغة المصرية، استملح واستحسن وقال بأن هذا شيء حسن. ولما تيجي تحلل كلام الإمام الشافعي تجده كلاما متسقا مع المنهجية، لأن أمر البدع التي هي محرمة هي ما كانت مناقضة للإسلام وما كانت خارجة عن سياق الإسلام وما كانت راجعة على الإسلام بالإبطال أو على الأحكام الشرعية بالإبطال والنقض. هنا الحقيقة هات أي لفظ من الألفاظ، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، لا إله إلا الله وحده، هل أنا بعد هذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد جئت بكلام خارج عن الإسلام ولا هو من صلب الإسلام؟ من صلب الإسلام ومن صلب الكلام الذي نسبح به ربنا سبحانه وتعالى ونذكر به ربنا وربنا والله سبحانه وتعالى قال اذكروني، وقال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فأطلق لنا المساحة. حتى إن في 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 بلدان كثيرة زادوا على ذلك وفي بلدان قللت من ذلك، المهم أن يكون الذكر والتكبير عظيم مرادا به وجه الله سبحانه. إذن هو في ذهابه إلى المسجد فبيكبر وهو جالس إلى أن يصلي الإمام، لكن هو لو من لم يلتحق بالمسجد وكان سيصلي في بيته، هل يمكن أن يتابع الصلاة عن طريق ميكروفون المسجد القريب؟ لا، احنا عندنا الصلاة عن طريق المتابعات. الصلاة شرطها المسجد أو البيت، يعني المسجد أو البيت، لا نتابع نحن الإمام عن طريق الهاتف عن طريق الميكروفون أو عن طريق، يعني في حالة دي هو يصلي صلاة العيد صلاة مع أهله منفردا. منفردا كيف يصلي؟ كيف نصلي صلاة العيد؟ الإمام وغيره، يعني أول شيء يعني تقام يعني صلاة جامعة كما نحن نقول هي صلاة بدون إقامة، ثم يقف الإمام أو أقف أنا وحدي في بيتي، يقف الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام، وبعد تكبيرة الإحرام يكبر 7 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى 7 زائد تكبيرة الإحرام، ويبدأ في قراءة الفاتحة ويقرأ السورة ويركع ويرفع وبعدين يسجد سجدتين وده الركعة الأولى. مظبوط. في الركعة الثانية هو طالع من السجود بيقول الله أكبر. مظبوط. اسمها تكبيرة القيام هذه. جميل. بيكبر بعد هذه التكبيرة 5 مرات، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقرأ السورة والفاتحة، يقرأ الفاتحة والسورة، ثم بعد ذلك يعني يركع ويتم ويقول السلام عليكم. هذا صلاة الإمام بالجماعة، وصلاة الفرد كذلك هي الإمام طبعا بطبيعة الحال بعد صلاة هذه الصلاة بيقوم ويخطب. الخطبة هنا ليست سابقة على الصلاة كصلاة الجمعة، وإنما هي لاحقة على الصلاة. بعد ذلك يهني بعضنا بعضا. هل لو أنا تركت الخطبة سواء في بدايتها
أو لم أسمعها من الأساس، أو سمعت جزء منها، أو انتهيت عندما بدأ يدعي وخرجت، أو أو أو، وكل ده بيحصل. أيهما نعم. أكثر صلاحا؟ يعني طبعا يستحسن على الإنسان، يستحب له ويفضل له ويندب له أن ينتظر إلى ما بعد فراغ الإمام من الخطبة والدعاء الإمام ويدعو إلى آخره يعني لغاية ما يخلص يعني وينزل هو نحن جميعا بعد الصلاة وبعد الخطبة يهنئ بعضنا بعضا، فتحصل الألفة بين الجميع مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة من عدم المصافحة. يعني ممكن نقول كل عام وأنتم بخير بدون مصافحة. جميل. ويهنئ بعضنا بعضا بدون مصافحة. مظبوط. هنا بنرجع إلى بيوتنا وندخل السرور على الأهل وعلى الأولاد، و يعني نحدث الأمر اللي فيه يعني سرور عن طريق المباح وليس عن طريق أمور محرمة. مولانا كيف كان يحتفل عليه أفضل الصلاة والسلام مع أمهات المؤمنين بيوم العيد؟ أخرج لفاصل قصير وأعود لأواصل. أهلا بكم من جديد مع مولانا الدكتور شوقي علام في ليلة العيد وليلة الرؤية، وأسأله ماذا سيفعل بعد أن يغادر هذا المكان ويذهب لرؤية الهلال؟ ماذا يفعل بالضبط في هذا الليل؟ وماذا يدعو؟ وماذا يحدث نفسه؟ وماذا يدعو لنا بالخير والسعادة والسرور؟ مولانا بعد إن شاء الله يعني ساعات قليلة أنت هتروح، أنت بتشوف الهلال فين؟ هو الهلال طبعا زي هلال رمضان تماما، لكن احنا طبعا هلال رمضان بنعمل له احتفال بقدوم شهر رمضان واحتفال رسمي. كان زمان يسموه ايه ده، كان له احتفال في الشوارع وكانت دخلت رمضان ده العظيمه. كان له بالفعل التاريخ بيقول ان كان المصريون كانوا يحتفلون برؤيه الهلال احتفالا كبيرا، زفه والطرق الصوفيه لا يوجد في اي بلد من والطرق الصوفيه. هو يعني رمضان عندنا عريس طول عمره يعني بكل عريس. وبزال تفاصيله وحكاياته، وكلنا نحمل كم من الذكريات في رمضان ده. صحيح. شيء بديع جدا جدا. صحيح. يعني هو التاريخ مشرف الحقيقه في فرحه المصريين بالعباده. اي زائر رمضان في مصر يقول لك يعني وفعلا حتى احنا لما خرجنا الى خارج مصر وقضينا بعض السنوات بعيدا عن مصر في بشهر رمضان في الصوم، في الحقيقه لا كان ينقصنا الكثير، كان بالفعل في فرحه القدوم العباده لها طعم اخر. بس اقول لك معلومه، ان العشر الاواخر في مدرمان، لان الطرق نعم. الطرق الصوفيه يعني تنير ليالي العشر الاواخر في مدرمان. كل طريقه بتاخد يوم في السودان، في السودان في ام درمان في البقعه بيعملوا هذا الاحتفال العظيم. يعني حضرت 10 ايام ولا في الاحلام، حاجه يعني جميله جدا. لكن في النهايه رمضان مصري كما يقولون. على كل حال يعني نحن يعني نفخر بذلك بلا شك. يعني عظيم. هو مفتي الديار المصريه بيروح يقف على المرصد وبيبص كده. فيه 6 لجان في مصر متخذ الأماكن بتاعتهم بعناية شديدة جدا بطريقة علمية، ومعهم أجهزة بترصد من خلال زاوية محددة، وبالفعل بنشوف الصور أنه هو بيبص في الجهاز الذي أمامه، وبعدين بعد ذلك بيستطلع الهلال في المدة الزمنية اللي قال عليها علم الفلك أنه يبقى فيها في الأفق. يعني مش بيستنى يعني حد ماشي في الشارع يقول أنا ما شفته يعني ساعتين ثلاثة. لا هو بيرصد مثلا علم الفلك وعلم الحساب يقول ان الهلال خدوا بالكم هيستنى في الافق بعد غروب الشمس، او هيولد ساعة كذا وهيستمر لساعة كذا. هيستمر في الافق بعد الغروب لمدة مثلا 10 دقائق. يبقى انا في العشر دقائق يعني ما ينفعش بعد الغروب يعني ربع ساعة نستنى. يعني الرؤية الشرعية مؤسسة على العلم، على العلم، وتستخدم ادوات العلم الحديث، وتستخدم ادوات العلم وكلها علم فعل. مزبوط. علم شرعي وعلم فلكي. فعلى كل حال بيرصدهم، ثم بتأتي تقارير اللجان. إذا قال علم الفلك يعني بأن فيه بالفعل سيمكس، بنشوف إحنا بالأشياء ديت، بنشوف الهلال بعد غروب الشمس،
وبتيجي تقارير اللجان، والله اللجنة الفلانية بتقولك ده الجو كان يعني مغبش كتير، في غيوم كتير، ما شفتش في اللجنة الفلانية مثلا في سوهاج، في لجنة في الوادي الجديد او في توشكا. توشكا ديت صافيه يعني ان شاء الله، غالبا بيكون لجنه توشكا هي اللي بتكون مثبته لرؤيه الهلال مع بعض اللجان الاخرى، لكن هي يعني بقت عليها معول اساسي يعني في بعض الحالات بنشوفه في سوهاج وما بنشوفوش في توشكا على حسب حاله الجو في هذا يعني المكان. بس هي توشكا طبعا سماء صافيه ما فيهاش تلوث غالبا فبيجي لنا يعني اللجنه دي بتنزل اسوان وبتمشي تقريبا 200 كيلو في بعد أسوان في داخل الصحراء مظبوط، وفيه مشوار كمان من بعد الطريق المعبدة بيمشوا على رجليهم، الناس بتمشي وهي فرحانة رايحين في منطقة بعينها ما هي منطقة محددة علميا مظبوط، بان احنا هنشوف الحتة الفلانية مزبوط. وهنشوف الزاوية الفلانية عظيم، وكذا في الصحراء الغربية وكذا في كل الأماكن الحقيقة يعني هو طبعا غالبا في أماكن صحراوية وأماكن بعيدة عن العمران، هم ست أماكن في توشكا وفي مطروح، في توشكا وفي مطروح في بعض الحالات، توشكا واسوان والوادي الجديد وسوهاج والطاميه هنا وفيه كمان في بعض الحالات بنروح مرسى مطروح، يعني كله ده الهلال صعيدي رسمي يعني الهلال كل محافظات الصعيد ما عدا مطروح، لكن ما بيجيش في بحري خلاص، ما بيجيش في بحري، ما بيجيش في منوفيه، ده اهليه الشرقيه ما حصلش، خلاص نعملهم ان شاء الله. مولانا وصايح انتم بخير ربنا يخليك، مولانا وصايح ان مفتي الديره المصريه بيرتدي حله جديده عشان يستقبل العيد، كلنا طبعا بطبيعه الحال بنلبس الجديد المتاح يعني كلنا حسب قدراته وامكانياته، لكن ايضا مع لبس او مع لبس الجديد بيبقى لباس التقوى ذلك خير جميل، فلا بد ان تكون هذه الحاله الايمانيه التي حصلت في رمضان ايضا لها بقيه معنا اليوم، ولذلك حتى بيروى طبعا ما نعرف مصدر هذه، لكن على كل حال بيقولها الائمه في المساجد في يوم العيد بان طفلا كان لبقا وذكيا وفطنا جدا ومر عليه بعض صحابة رسول الله، هذا كلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يعني بين أقرانه يلبس لباسا ليس بالهيئة الحسنة، وزملاؤه في ملابس العيد وفرحة كبيرة جدا، فسأله عن حاله فقال له يعني العيد ليس لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. الله الله الله. فهي تروى لهذا الوعظ يعني لأجل أن نستحضر هذه الحالة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، مع استحباب أن يكون الثوب حسنا والرائحة حسنة، هذا يوم الجائزة ويوم فرح كبير جدا، نستقبل فيه التهاني ونصل الرحم والذي يعني كان بينه وبين أخيه أو كان بينه وبين أمه أو كان بينه وبين ابنه أو كان بينه وبين زوجه ولسه موجود بعد رمضان وبعد كل هذه الوصايا بصلاة الرحم والطبطبة والعزومات لسه أو أنا لسه أحتفظ بهذه الإحن والمحن لحتى العيد كمان؟ إذا حصل هذا عليك أن يعني إذا لم ينفع معنا رمضان ينفع معنا العيد؟ يبقى ينفع معنا العيد، فلا تفوت الفرصة اليوم وكن أكثر شجاعة من غيرك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا مولانا ده لو فات رمضان وفات العيد وما خدش فرصته العظيمة في الوصل أعتقد يعني ده يبقى أنا شاهدت بعض القضايا مش بين الأسرة الواحدة بين الإخوة في البلد يعني بين أبناء البلدة الواحدة في بعض الأماكن كان الإمام يخطب وأنا رأيتها بعيني هذه ويتكلم عن الصلح في هذا اليوم يوم الجائزة ويوم عيد الأضحى ويقول إن هو يعني لا ويوم العيد ده يوم أساسي فرح كبير جدا لا يليق بنا يعني إن احنا نبقي خصاما فيما بيننا علينا المسارعة، هو طبعا يتكلم بأسلوب وعظي فيه الرقة وفيه جميل الأخذ فأجد بعد خطبة الإمام وهو ينزل من على المنبر ويسلم على الناس ويصافحهم ويقول لهم كل عام وأنتم بخير وجدت شخصين كان بينهما خصام طويل لكن هذه الكلمات التي الطيبة التي قالها الخطيب
وأنا رأيتهما وهما يتعانقان بعد هذا الخصام الطويل، الله، يتعانقان دون تدخل لأحد، وإنما كل منهما كأن الله أراد ذلك، كل منهما أتى من مكانه وهذا قام من مكانه والتقيا في في نقطة وتعانق عناقا شديدا، والبكاء من الاثنين وكأنهما يندمان على ما فات. فأيضا هذه فرصة، العيد عيد الفطر فرصة لمن كان بينه وبين أحد شيء ما عليه أن يصحح المسار ويذهب إليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هو ويكون شجاعا. هو لو واحد كان مزعل مامته وتوفت ممكن يروح يعتذر على المقابر، يتوب إلى ربه توبة نصوحة، ولا أقول يبكي فقط بل يشتد في البكاء من أجل هذا العقوق الذي حصل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال له فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهو زاد عن الأف بمساحات، ولذلك عليه أن يتوب إلى ربه ويستغفر. وبطبيعة الحال قلب الأم هو في الحقيقة لا يغضب عن الولد بحال من الأحوال، حتى الروايات التي تقول بأن أم كانت غضبة أقف أمامها قليلا، كيف لقلب الأم الغريزي أن يغضب على ولده؟ ما رأينا ذلك حتى في أعتى الأمهات، يعني شاعت بمعنى القسوة، لكن الأم الشديدة. وانت تعرف سيادتك في الأرياف كانت هناك أمهات يعني عمود البيت، عمود البيت، وكان الحكومة في البيت، يعني هي دي كل شيء، هي كل شيء في البيت، بل مش كل شيء في البيت، هي كل شيء في هذا المكان الذي تعيش فيه. مظبوط، يعني هي الرقم، كانها مسيطرة على الحي، هي الرقم، هي الرقم، هي الكبير، هي الرقم الموجود اللي قالوها في المسلسل الكبيرة، يعني يقول لك دي الكبيرة، الكبيرة هو كبيرة. وفي قصة أظن كتبها خير الشلبي أو شيء من هذا القبيل اسمها الوتد، الوتد قصة الوتد، الرواية بتاعت الوتد، رواية الوتد. فهي بالفعل المرأة وتد وعمود الخيمة في البيت، وأيا كان وضعها في الحقيقة يعني. فعلى كل حال سيادتك، هذه الأم أنا ما أراها أنها إلا تحمل قلبا حانيا جدا على أولادها. جميل مولانا العزيز الغالي الدكتور شو علام، يعني كان يعني مضيفا وضيفا وكل شيء من الأوصاف الطيبة في هذه الرحلة المباركة خلال شهر رمضان. وأستأذنك لو لم يثبت الهلال يكون لنا استكمال في يوم آخر، حتى نثبت الناس على العبادة ونساعد الناس على التواصل مع هذا الشهر الكريم وبركات هذا الشهر الكريم. فإذا ثبت هلال العيد فأرجو من سيادتك أن تدعو لنا بما تيسر من محبة لكل البشر. هو طبعا نحن في نهاية هذه العبادة العظيمة القريبة المحببة إلى قلوبنا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا وقراءتنا للقرآن الكريم وذكرنا وشكرنا وكل ما قدمناه، وندعوه سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا توفيقا منه سبحانه وتعالى لليلة القدر، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن تكون هذه العبادة نورا لنا يضيء لنا الطريق فيما بعد رمضان، وأن نظل على العهد وأن نظل على الطريق سالكين بفضله وبهدايته سبحانه وتعالى وبتوفيقه. وندعو لبلدنا الحبيب بقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يسدد خطاه وأن يلهمه الصواب والرشاد في كل ما يقول ويفعل، وأن يسدد كل ما يهدف إليه وما يرمي إليه، ويجعله قريبا منه وقريبا منا جميعا، وأن يوفق ولاة أمورنا جميعا لمرضاته ولتقدم بلدنا. ندعو لبلدنا بالحفظ والأمان والسلامة، آمين، والسلام والأمان، وأن يرزق أهلها رزقا وفيرا كافيا كثيرا مباركا فيه كما أراد ربنا سبحانه وتعالى، وأن يقيهم الشر الأمراض ويرزقهم الصحة والعافية، وأن يرفع عنا البلاء
وعن العالمين جميعا. آمين. إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.